السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تخلص مليون ولا مليون و200 مليون و300 900 ألف فرنك وانت في المغرب، فهذا واحد الصالير كبير وكبير مزيان، تعيش مزيان في المغرب بطبيعة الحال. هذا ما يقدمه مكتب التشغيل الإسباني للناس اللي باغيين يتخلصوا في البارو ديالهم، يعني في الشوماج كيتسموا بالفرنسية، في المغرب. فكيقول لك تقدر ترجع للمغرب ونخلصوك وانت جالس في المغرب. هذا الطعم اللي لربما بزاف ديال الناس يبتلعوا هذا الطعم هذا ويقدروا يندموا حتى يشيب الشعر في راسهم، بحال اللي كنقولوا بالدارجه ديالنا. بطبيعه الحال مكتب التشغيل هو واحد مكتب، هو هيئه، ودائما كيحاول يشوف كيفاش يقلل المصاريف ويكثر المداخل بطبيعه الحال، باش يخلص الموظفين، يخلص الناس اللي هما متقاعدين، يخلص الناس اللي هما شوماج، اللي يعني في البارو في ذاك الساعه. فكيعمل بزاف ديال الاوفرتات، باش هذا راه ماشي قانون. كاين بزاف ديال القنوات اللي قالوا قانون، لا هذا ماشي قانون، هذا غير واحد العرض اللي كيعملوه مكتب التشغيل الاسباني. فهذا العرض هذا من ورائه انه التقليل من المهاجرين هنايا في اسبانيا. يقدر يبان هذا الشيء هذا متناقض، كيف يمكن ان اسبانيا خصها تجيب المهاجرين؟ وانا نفسي عملت فيديوهات اللي كنقول بان خصها تجيب مهاجرين، وفعلا يعني كيفاش خصها تجيب مهاجرين وخصها ترجع مهاجرين للبلاد ديالو؟ الامر يختلف جدا، لان المهاجر ملي كيجي جديد من اسبانيا كيخدم ب1000% من الطاقه ديالو، كيخدم ب10 ديال الخدمات ديال واحد اللي عايش هنايا. المهاجر اللي كيجي من المغرب لاسبانيا وكيدوز العام الاول، العام الثاني، العام الثالث، العام الرابع، وكيشوف بان المحيط اللي داير به كيعمل 5% باش يخدم، وهو كيعمل ديك 1000%، حتى هو كيبدا ينقص كيبدا ينقص كيبدا ينقص، وكتحرقوا رجلو، حتى هو كيمشي للطبيب، حتى هو كيبدا يشبر البارو، حتى هو كيعيا وكيبدا يتعامل بحال الناس هنايا. اذا ماشي نفس الشيء المهاجر اللي يلاه جبناه مع المهاجر اللي يعني صافي تبلد هنايا. نقولوا اتفقنا، يعني السي بي راه كيعمل هذه الحسابات هذه، يعني ماشي بهذا المعنى البسيط اللي شرحت لكم، ولكن راه كيعمل هذه الحسابات هذه. وما تنساش الا مشيتي للمغرب راك الشروط راهي صعيبه شويه، خصك تخرج انت وولادك من هذه البلاد هذه، يعني تخرجوا من القرايه، يعني المستقبل اللي جيتي عليه لولادك راه يعني تخرجوا من القرايه وترجع انت مراتك ولادك للمغرب، تنقص عليهم المشكل ديال الكرا اللي كاين هنا، مشكل كبير في الكرا. ونسى بان مراتك مثلا اللي كانت باغا تعمل شي سويعات، ولا وليداتك باغيين يخدموا من بعد، فهذه عاوتاني كنساها. ف يعني راه كاين بزاف ديال الطرق اللي الواحد خصو يرد البال فيهم. وانا راه كاين البطاله، راه مكتب الشغل دابا التشغيل خصو ينقص البطاله، واش انت غادي يبقى يخلصك وكيقلب لك على خدمه؟ يخلصك ويحيدك من التراك تهود المغرب ويقلب من واحد اخر يلاه بدا باقي فيه الجهد، عاد غادي يخدم وغادي يعطي الطوبي ولا طاك مزيان بحال اللي كنقولوا. اذا غادي ندخلوا للموقع ديالهم وغادي نشوفوا علاش انا كيبان لي هذا، واكيد انت غادي يبان لك هذا الراي هذا، ومن بعد قولي الراي ديالك علاش هذا الشيء هذا كيبان فخ، وفعلا اللي هو فخ. الناس ما تنساش عاوتاني الا مشيتي للمغرب الوريقات الى وفاو كيفاش غادي تعدلوا. المهم ندخلوا للموقع كما كتشوفوا معايا هنايا، فهنا كيقول لك اريد العوده الى بلدي، هذا هو العرض اللي كاين. كيرو بولفيرا مي بايس، اذا كنت اجنبي وخارج الاتحاد الاوروبي وبغيتي ترجع للبلد الاصلي ديالك، فبامكانك تخلص البارو تما في البلد الاصلي ديالك. باش تخلص البارو في البلد الاصلي ديالك، خص الدوله ديالك تكون ولا تكون مواطن من احد هاد الدول اللي داخله في الاتفاقيه ديال الضمان الاجتماعي مع اسبانيا. الدول ديال امريكا اللاتينيه كاين بزاف، كاين كذلك المغرب، وكاين تونس كدولتين عربيتين او دولتين من شمال افريقيا. يستثنى من هذا الاجراء هذا الناس ديال الاتحاد الاوروبي بطبيعه الحال. دابا الشروط، ان تكون عاطل عن العمل ومسجل كباحث عن عمل، يعني تكون جالس ما تكونش خدام، وتكون مسجل في السي بي، يعني بانك في البارو كتقلب على الخدمه. الحق في الحصول على اعانه البطاله على مستوى الجامعه نرجع عليها متوافقه مع عمل بدوام جزئي، يعني انت ما تكونش كتخلص البارو وخدام ميديا خورنادا، لا خصك تكون يعني كتخلص البارو، يعني انت جالس، يعني على هيدا كنقول لكم باغيين يزوروا الناس بطبيعه الحال اللي هما عاله بالنسبه لهم هنا، على المجتمع كيعتبروهم هما، وما هو هذاك راه حقك انت، راك دمرتي فيه. افتراض الالتزام بالعوده، يعني خصك تلتزم بالعوده الى بلدك الاصلي ان امكن، ان امكن هاد امكن راه غير يعني خصك ترجع لبلدك بصحبه افراد عائلتك، الذين لما شملهم، يعني الناس اللي جبتيهم معاك انت بالريغروباسيون فاميليا حتى هما يرجعوا معاك، واللي ما عندهمش تصريح اقامه مستقل، يعني ماشي يكون باقي داخلين معاك في ديك اش كتسمى لم الشمل، خلال فتره اقصاها 30 يوم، يعني من خلال من تاريخ الدفعه الاولى في اسبانيا، يعني
النهار اللي خلصوك البارو النهار الاول، فخصك في 30 يوم تجمع قشاوشك وقلوعك وترجع بحالك للمغرب. طبعا الحال نهضر عن المغرب، يمكن يكون شي حد من تونس كذلك. والالتزام بعدم العوده الى اسبانيا خلال 3 سنوات، يعني انت 3 سنين ما ترجعش لهنايا لاسبانيا. وانا فيك تدخل داك القضيه ديال والوريقات ديالي يا مولاي، كيفاش غادي نعمل فيهم انا؟ ما ننساش راه كاين يعني القوانين حتى اللي عندهم الجنسيه، ورغم ان اللي عنده الجنسيه راه ما يقدرش يعمل هذه اللعيبه هذه، ردوا البال بزاف. يعني كاين واحد المده لف الى دوزتيها راك ما كتقدرش تجدد الوراق، وحتى اللي عنده جواز السفر راه خصك تمشي تبوانتي في القنصليه بانك مازال باغي تكون عندك جنسيه اسبانيه، سينو ملي كتمشي تجددو مره اخرى يقول لك اه ما جيتيش بوانتي سي، انا ما عارفينكش انت ساكن في طنجه ولا في كازا ولا في الانجليز في لندن ولا. فكاين الناس اللي في الانجليز مشاو يجدو جواز السفر اسباني وقالوا لهم لا انت ماشي اسباني، انت ما جيتيش هنا تبوانتي، يعني خصك تسجل التسجيل القنصلي. الا يتاثر باي محاله منع المغادره التراب الوطني، يعني ما يكونش ممنوع عليه يخرج من اسبانيا، ما يكونش عامل شي زبله مثلا وغيسلت، هل يمكن العوده الى اسبانيا في المستقبل؟ ركز معايا هنايا، راه داك الشيء هذاك ما لن تتمكن من العوده الى اسبانيا الا بعد اجتياز فتره الالتزام ديال عدم العوده البالغه 3 سنوات. ما تقدرش ترجع لاسبانيا تدوز 3 سنين، وطالما طالبت مسابقه تصريح العمل والاقامه في اسبانيا مره اخرى. وحتى تطلب يعني باش ترجع لاسبانيا ماشي غير اجي ورجع، الا وفوا لك الوراق طيب الحال غادي يكونوا ما علينا. المهم احنا ما غاديش ندخلوا دابا في المده ديال الوراق. كيقول لك وطالما مازال لديك الاقامه صالحه للعوده الى اسبانيا مره اخرى، لن تتمكن باي حال من الاحوال من العوده قبل نهايه تلك الفتره، يعني ما يمكنش ترجع قبل ما تدوز 3 سنين، او القيام بنشاط مربح او مهني هنايا في اسبانيا حتى لو كنت ترغب في اعاده المبلغ. يعني ما يمكنلكش ترجع لهنايا لاسبانيا تدوز داك 3 سنين، ما يمكنلكش تخدم في اسبانيا تدوز داك 3 سنين، الوراق خصهم يكونوا باقين صالحين. واخا تبغي ترجع لنا الفلوس اللي ديتي اللي خلصنا ممنوع هاد الشيء هذا. كذا هو متوقع الى غيره. بمجرد موافقتك على حق الدفع المسبق والدفع المتراكم، يعني صافي ملي كتوافق معنا وكتفاهم بان صافي راك غادي ترجع نخلصك في بلادك، فبعد 30 يوم اجراء اداري اخر سيتم الغاء تصريح القائم. اوه يا وليدي هاهي صافي صافي هذه واضحه، هذه ما شفتهاش ملي كنت كنقرا بالاسبانيه والله العظيم. يعني ملي غادي توقع معانا بان نمشيو نخلصوك في بلادك، تصريح الاقامه ديالك يتم الغاؤه. هاهي بلاتي نعملها بالاسبانيه باش ما نعملش شي حاجه ولا ما نقولش الناس شي حاجه اللي هي ماشي هي هذيك. هنا كيقول لك بويدو ريغريسار اسبانيا دا فينيا هذيك لا سوتريساسيون دي دولار دي تا اكسترانجيريا ال بيريودو اس España no tendrá en cuenta a inmigración siempre que justifique los requisitos en la normativa vigente, las autorizaciones de residencia a la que sea titular. Safi kizulu al mujarrat ma kadwaqa ma'ahom, incluso aunque quisieras verta y anticipado de la que contribución de desempleo retorno voluntario a tu país de origen. صافي كتسني معاهم كيزولوا لك ماشي كيلغيو لك كيلغيو لك لاوتوريزاسيون. Pasado 30 días naturales desde la fecha del primer pago y sin necesidad de otro procedimiento administrativo, las autorizaciones de residencia de la que seas titular quedaría extinguidas. هاهي اجبر صافي اسبانيا، يعني ملي كتوقع معانا وكدوز 30 يوم الريسيدنسيا ديالك ما كتبقاش صالحه. صافي دابا ما بقى ما نزيد نقرا لكم الاخوان على الجماعه اللي عواه يرجع للمغرب، عنده تما شي دار فيها 7 طبقات غادي يكريهم، ولا عنده شي 8 ديال الكاميونات ولا شي حاجه، هذيك حاجه اخرى يستافد من هاد الفلوس. ولكن انا ما كنشوفش هاد الشهاده زعما سيريس سير ريسيدنتي تيمبورال دي اسبانيا ديسيديز فولفير ليغالمنتي الترم. الا كنتي مقيم في اسبانيا وبغيتي ترجع يعني باقي عندك في الصلاحيه دي نو ريتورنو ادريس tu situación de residencia continuará a efectos y completar periodo de faltase para obtener. En su caso, la residencia permanente, el periodo de ausencia fuera de España, no se tendrá en cuenta. Muy marach es no bravo el colonia ya, vale que ma aquí le hubo el que limas bilhaq ma kiena si el wodo hmar rafet si hada hada el ikhwar rabna dum gadi yqdi ala rasu. Ida kunta muqima muaqad fi España wa qarrat al-auda bishakl qanuni fi nihayat fatras al-iltizam اللي كدوز 3 سنين، فتستمر حالة إقامتك لإكمال الفترة اللي يحتاجها للحصول على الإقامة ديكما إن أمكن. إن أمكن يعني كيقول لك إلا كانت عندك ريسيدنسيا بيرمانينتي وبغيتي ترجع لإسبانيا باش تكمل عليها وتعمل آخرى،
ف يعني المده كتبقى صالحه ان امكن، بحال اللي ما كنتش برا اسبانيا، لن تؤخذ فتره الغياب خارج اسبانيا بعين الاعتبار للحصول على تصريح الاقامه الدائمه. لا، لن تؤخذ بعين الاعتبار، يعني بحال اللي كنتي برا هنايا. هادشي الاخوان ما كنظنش ما صالحش. اللهم انا كنقول لك الا كان عندك تما شي 200 هكتار في المغرب عاد تزرع فيها شي حاجه وتخدم على راسك، اذا كان لديك اقامه دائمه في اسبانيا وعدت بعد اكمال فتره الالتزام عدم العوده لبرا فستتمكن من استعاده وضع الاقامه الخاص بك من خلال اجراء مبسط. شنو هو الاجراء المبسط؟ ما كيناش اخوان، حتى واحد ما يرزي وليداته. المده والمبلغ، فهنا كيقول لك سوف تحصل على المبلغ على دفعتين، ملي تسني معاهم غيعطيوك 40%، وملي تدوز 30 يوم فغادي يعطيوك 60%، ومن بعد يبقاو يخلصوك بطبيعة الحال اش كتسمى، يبقاو يخلصوك الإعانة ديال البطالة كل شهر. للحصول على هذا التصريح يجب عليك الحضور إلى ممثلية الدبلوماسية القنصلية الإسبانية في بلدك الأصلي لإثبات عودتك إليه. يعني ملي تمشي للمغرب مشي للقنصلية وقول لهم ها أنا جيت لهنا. في ذلك الوقت يجب عليك تسليم بطاقة الهوية الأجنبية التي تحملها. صافي، بقى ما نزيد. صافي، ديك الساعة خصك تعطيهم الترخيطة ديال الريسيدنسيا. ملي تمشي للقنصلية ديال المغرب صافي قول لهم صافي أنا هزيت يدي من إسبانيا، ها هي الترخيطة ديال الريسيدنسيا، خلصوني هنايا في إسبانيا ومن بعد نشوف شنو غادي نعمل مع حياتي عاوتاني. ما كيبانليش هذا بالنسبة للمهاجرين اللي ضحاو وجاو هنا يبدلوا الحياة ديالهم ويشوفوا وليداتهم، ما كيبانليش حل مزيان. الموضوع هذا ساليناه. الناس اللي غادي تقول لي علاش مره كنهضر على العوده للمغرب، هذيك بطبيعه الحال كنهضر على الناس اللي عملت علاش ترجع، ماشي انت مازال خدام مازال العيال في المدرسه ما عارفش راسك من رجلك ودمل هاد اللعيبه هادي الدعيه ودهوت تما ترتاح وفي الاخر تبقى غادي دي لحب الملوك. حتى انا نكون وصلت للاخر ديال الفيديو ديالي. شكرا بزاف لحسن المتابعه، والى فيديو قادم ان شاء الله الرحمن الرحيم.